أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي الرحمن فمن يجير الكافرين؟
عليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن